ضيفتنا لليوم وختامها مسك مع ماريا عزار فرح. صباح الخير ماريا، أهلا وسهلا فيك. حضرتك مرنمة، سمعنا فيديو عم بصوتك ورح نسمع كمان صوتك بالاستوديو. خبرينا عنك، عن الموسيقى، عن دراستك. أنا دارسة مع دبلوم غنى شرقي مع دكتور غادة شبير ودبلوم بيانو، برتل ببكركي، برتل بمارليس أنتلياس، بعلم ميوزيك بالليسي موتان وبعلم غنى وبيانو عند إلياس الرحباني أكاديمي. حلو كتير، يعني نشاطات عديدة وكلها إلها علاقة بالموسيقى، ونحن قد ايه بحاجة بهالبلاد للموسيقى. كتير. نعم. شو بتغير الموسيقى بالنفوس برأيك؟ بتروي. شايفتك أنا بتسقف. أنا كتير هديته سمعت صوتك. خاي الموسيقى كل شيء بالحياة. نعم. طيب عندك نشاطات بأسبوع الآلين بنسميه، شو هي طبعا نشاطات؟ عنا جمعة إذا قررت بكرة جناز المسيح بمارليس أنتلياس الساعة 3، عندي قداس القيامة قداس نص ليل نهار السبت كمان بمارليس أنتلياس، الأحد قداس الساعة 7، والتنين تهنئة العذراء كمان الساعة 7 إذا قررت. نعم. كله بمارليس أنتلياس. نعم، دعوة عامة يعني اللي بيحب يروح يسمعك ويعمل هذه الطقوس. حضرتك كمان عملتي ترنيمة خاصة لليوم الخميس الأسرار، خميس الأسرار، بدنا نسمعها صح؟ بدنا نشوفها إذا بتحبي. بدنا نشوفها. الفيديو هي مقطع بس. نعم. فيها تمثيل الغسل. نعم. طيب عبينا نسمع صوتك بالترنيمة أنت بتختاريها، تفضلي. وحبيبي وحبيبي أي حال أنت فيه، من رآك فشجاك أنت، أنت المفتدي يا حبيبي. أي ذنب حمل العدل بني فأزادوك جراحا ليس فيها من شفاء. حلو كتير هالصوت. كتير. عن جد. كمان عم تصوري شيء له علاقة كمان بشغلك بترنيمتك، تصوير كليب. هلأ حاليا عملت للألام، في شيء هلأ عم حضره لشهر أيار، شهر العذراء. إذا الله رد. طيب ماريا هيك سؤال على الهامش، ما بعرف إذا بحق لي أسأله، بس إنه بنت صوتها حلو وهي حلوة، ليه اختارت هذه القضية؟ ما راحت على الغنى مثلا؟ نعرف نحن هلأ عالم مفتوح على الغنى وعلى السوشيال ميديا وعلى كل حدا صار عنده منبر، فماريا ليش، شو بيعني لها هذا الموضوع والصليب وال... أنا الصراحة بحس حالي مع يسوع أكتر، بغني مع موسيقى قوى الأمن، بس بحس حالي صوتي مقدمته ليسوع للكنيسة. وسألتين عن الصليب؟ نعم. الصليب هو صراحة جسر عبور، عبور من الحياة الزمنية هلأ اللي فيها خطية اللي فيها متاعب للحياة الجديدة الحياة الأبدية مع يسوع. فمن أنا وصغيرة بلشت ترتل من عمر 8 سنين بكنيسة مارليس أنتلياس، ومن كورال لكورال، وبعدنا لهلأ عم مجد يسوع بصوته. نعم. فينا نسمع كمان شيء تاني؟ أكيد. تفضل. بركان بقول مطلع اليوم واللقاء. يلا. اليوم علق على خشبة الذي علق الأرض على المياه، الذي علق الأرض
شكرا كثير على هالصوت ماريا عزار فرح. بدي اتمنى لك كل التوفيق بكل شيء عم تعمليه وبقضاياك اللي عم تتبنيها. شكرا. من اجل طبعا خلاص الانسان اخر شيء. اكيد. شكرا جزيلا. بنعاد على المشاهدين ان شاء الله بقيامه يسوع بقوم لبنان، بنشوف قيامه لبنان من عذاباته من صعوباته. يا رب. اهلا وسهلا فيكي ماريا. شكرا. أهلاً. مشاهدينا هيك كان نهارنا اليوم، بتمنى يكون نال اعجابكم وتسليتوا واستفدتوا ايضا معنا. بلاقيكم الاسبوع القادم من هلا لوقتها. كونوا بألف خير.